صفحة رسمية سينو على 88.4 من سوسة 95.9 من المستير والمهدية. تحية للناس اللي قاعدة تسوق، وكما قلت قبيلة فما شوية مطر، دونك سيسوا رويحكم في الكياس. أصحاب التاكسي الفردي خليكم برانشي باش نسمعوا من عند سعاد العارفة رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب التاكسي الفردي بسوسة تفاصيل الحديث ولا تساؤلات متاعكم في الأيامات اللي فاتت حتى اللي جاونا النجمة فهم تسألوا. فما جولان للتاكسيات وإلالة في الليل من 7 حتى للعشرة، شو الحالات الاستثنائية وش إذا كان فما تراخيص من نجم تاخذوا التراخيص هذية؟ تفاصيل الكل توت سويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. سعادة صباح النور. صباح النور ومرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي نجمة فام، وإن شاء الله رمضان مبروك على نفسك. يعيش كل عام انتي حي بخير. دونك برشا كما قلت برشا سؤالات من عند برشا تاكسيستية يسألونا بسبب هالقرار هذايا، نخرج ونخدموا ما نخرجوش من 7 حتى للعشرة، انهم الحالات الاستثنائية اللي نجموا يخليوا تاكسيات يخرجوا، وفي حال انه كما قلت نجموا نخرجوا دونك نجموا ناخذوا اوتوريزاسيون لي. خلينا نفسروا لهم ونوضحوا لهم القرار هذايا على خاطر اثار برشا جدل في الايامات اللي فاتت. سي عادل، والله الحقيقة القرار واضح وصريح، هو منع جولان جميع السيارات والدراجات النارية والنقل الحضري. دونك هنا القرار منع النقل الحضري باش يخدم، النقل الحضري معناه اللي يخدم في وسط دائرة النقل الحضري، ما فيهم الكيران والتاكسيات، التاكسي الجماعي وغيره. لكن اليوم معناها قعدوا فما ناس اللي عندهم العمل الليلي، فما برشا ناس تخدم الليل. فما برشا حالات طارئة في الليل اللي ماشي ليريونس ولا ماشي في السبيطار، ولا فما حتى اللي يخدموا في السبيطار ويخدموا في الكلينيك زاد كيف. فما ناس خدامة نتاع مرمى يخدموا بالليل، وتعرف انت في رمضان ناس تقلب وتولي الحياة ليلية مع الجناري. لكن ما القرار ما خداش بعين الاعتبار هالفئة نتاع الشعب، هما اللي قاعدين يتنقلوا. بطبيعة الحال حكم بالبطالة القسرية على قطاع النقل العمومي غير منتظم، اللي هو معناه يعاني من مارس اللي فات من الكونفينمون الأولاني حتى ليدو، ونزيدوا نكملوا معناها نوقفوه. عبارة على إنسان شاد ولده يضرب فيه ويقول له رد طيب، هو يضرب يقول له رد طيب. أنا فرضنا كاكا اليوم الحكومة هذه ما أخذتش معناها قرارات مصاحبة لمساعدة القطاعات اللي قاعدة تعاني. الحقيقة برشا زملاء معناها في خصاصة قاعدين يعيشوا، برشا زملاء باعوا لهم كرابهم الليزينغ ولا الاي تي اس ولا السينساس وغيره، ناس كلها مرهونة، الاقباضات مش خالصة. سعاد، الوقت اللي تم الإعلان على قرارات رئاسة الحكومة ولجنة الوطنية وقت على الكوفغوفو، كنت تفكر معايا في رمضان أصحاب المقاهي وغرف المقاهي كلها انتفضت وخرجوا للاحتجاج وعملوا حتى عصيان مدني، من بعد تم تراجع على القرار هذا، رغم اللي أنتم زادة تاكسيات معنيين بالقرار هذا، ما شفناش برشا تحركات من تاكسيستية في الإطار هذا. والله هو احنا ما حبيناش نتحرك وقاعدين مع السلطات الجهويه، كان انتم قاعدين تتبعوا. بالنسبه للجزيره جربه لقاو حل يخدموا بالتناوب نهار بنهار في قابس وفي سقف، معناها خذاوا على عاتقهم الغرف باش هما يسندوا معناها تراخيص للعمل بالليل. لكن هنا اليوم باش تسند انت تراخيص عمل بالليل، شنو هي الكريتير اللي باش تحطهم؟ شكون باش تعطي شكون باش تخلي؟ اذا كان تحل الباب هذا الناس كلها تحب تخدم. أنا احنا تو قاعدين في تواصل مع السلطات الجهويه، نحبوا نلقاو حل باش الناس هذيا معناها سواديزون يخدموا سواء بالتناوب ولا كل مره جروب، وباش المواطن اللي باش يخرج في الليل يلقى فاش يتنقل. لكن المعادله صعيبه برشا، راهي ما سهله. انتم من بين الاقتراحات، خلينا نمشيو في الاقتراحات، شنو اقترحتوا انه يخدموا بالتناوب؟ والله اقترحنا احنا الخدمه يوم بيوم، ما يوم يخدم الفردي ويخدم الزوجي. ابارامون ما لقاش معناها تجاوب من طرف السلطات الجهويه نظرا للعدد الكبير تاع التاكسيات. انا قاعدين نشوفوا في طريقه اخرى باش نشوفوا كيفاش نعملوا. وهذا ما يمنعش اللي كونوا من نهار الاول اللي وقع حظر الجولان العربيات والسيارات درجات الناريه وقطاع النقل العمومي غير منتظم. لكن فما برشا تاكسيات قاعدين يخدموا بالليل، وهنا نقطه استفهام، هذوما شكون اعطاهم الترخيص؟ شكون يحمي فيهم؟ انا احنا يجيونا المهنيين ونقول لهم احنا حتى احنا قاعدين نراو قاعدين نشوف. ماذا بين السلطة زادة تعامل الناس كل كاية على حد السواء. كيفاش يخدموا في الليل من غير ترخيص معناتها؟ نعم، فما تاكسيات فوق رؤوسهم ريشة من غير ترخيص يخرجوا يخدموا في الليل؟ بطبيعة الحال إذا كان الدولة ما رخصتش وهم قاعدين يخدموا، شكون رخص لهم؟ سامحني السؤال هذا يا منى. انتم ما سالتوش السلطات المعنيه، ما سالتوش التاكسيات هذوما اللي يدوروا معناتها؟ ما انتم الغرفه نحكي. والله احنا بطبيعتنا ما نعرفوهمش التاكسيات، احنا بطبيعتنا ما نعرفوهمش. جاكم تشكيات من مهنيين معناتها من منظوريكم؟ والله شو نقول لك، يعني ماني السلطه باش نجاوب. لا حبيت نعرف فقط منين عرفتوا معناتها، من منظوريكم جاتكم التشكيات؟ لان من منظورنا قالك شنو معناها، هما يخدموا واحنا لا. ابني هم معروفين ان هم اللي قاعد تخدم كل ليله معروفين،
ما يتعرض لهم حد فهمتني. وهذا مش معنا من حتى من كوبر فيل ولاني حتى من اكتوبر ومن نوفمبر موجوده الحكايه هذه التجاوزات موجوده. انا حتى عملنا معناها المره الاولى في اكتوبر وقت الكونفينمون عملنا بالاتفاق مع شركه راديو تاكسي ولابل تاكسي انا سوري زون بالتنسيق مع قاعده العمليات تاع الامن قال لي بشي غرش بالليل يبدأوا الأمن على بالهم بي لكن الأجراء هذاك وفاء بحلول الأجل تاعو. والمرة هذية ما فهمش نفس التعامل مع ألو تاكسي دونك احنا اليوم أنا قاعدين نتعاو باش الناس اللي جاية معناها تاخذ حقها والناس كل تخدم روسها مرفوعة. قالوا لنا البارح معناها عملوا حملة كبيرة على اللي قاعدين يخدموا بالليل حتى معناها كيف كلهم وراقهم ما عطاوهمش تواصيل معناها اليوم اللي اللي عنده رقم مسكوك الله اعلم بيه باش يلقاهم ولا. وحنا ديما ناديو معناها باش اللي يعاون الامن يخدم خدمته ويخدم في القانون يعني ياخذ ورق يعطيه ورقه في بلاصته ما يقعدش يلوج عليهم قولوا شكون يكون عنده. ابني لا فما برشا تجاوزات الحقيقه احنا نعيبوا ديما على السلطه المركزيه اللي ما خذتش معناها اجراءات مصاحبه للناس اللي هي خلاص صرحت لهم باش يخرجوا بديل وخذتهم في البرج. الحقيقه الدوله معناها قاعده سياسه مرتعشه انا قاعدين يتعلموا فينا في الحكم يظلي. والله هو حديث يجبد حديث كان لاحظت انت معناها وقت اللي عملوا حجر صحي اجباري على القادمين من الخارج ما هم اللي يجيبوا في اليوريس البريطانيك وغيره الامريكان والبرازيليان وخيبه مسعى كانوا وصلنا البرازيليان هذاك لا يبقي ولا يضر. الحمد لله لحد الان ما فماش ربي يسترنا وربي يبقي الستر على الناس اللي كان ان شاء الله الناس اللي كان لاباس. والله وهي والدوله وكان اخذت على عاتقها الحجر الصحي الاجباري تاع الواجدين من برا يطلع لها ارخص من اللي سكرت على الناس هكا بالطريقه هذه والاقتصاد كل مره يتضرب واحنا ديما الحلقه حلقه من الحلقه الضعيفه ماناش الوحيدين فهم برشا قطاعات اخرين قاعده تقاسي ابني وقعدنا معنا ما مشي اليوم الشوفير التاكسي السلاح يصور 8000 فرنك كل عشيه ما يصورش حتى 7000 ولكم ما تعملوا حتى ميكرو في الدوار وتشوفوا الناس قاعده تقاسي الناس قاعده تعاني ما ينجمش حتى يروح يقف خضره لدارو. وهذا اليوم الناس المسؤولين هذه هو راس الشر يمشي يلقى شهريته في الكونت ما عنده حتى مش والمهني مسيك النيل وربي وبرا. دونك انتم سي عاد الحسمه فهمت منكم قاعدين تشوفوا مع السلطة الجهويه لهنا باش يكون فما امكانيه انه تاكسيات يخدموا على قله في النصف. ديما نمشيو للحوار. خاطر احسن حاجه هو الحوار بلادنا مش ناخذوا. وانت هيك تشوف التجمعات معناها تعمل كوارث. ماناش حابين نتحركوا ماناش حابين نعملوا حتى احتجاج لسوء الوضع نتاعنا الله غالب هذاك هو حكم فينا الكورونا ولا تعرف اللي انت احنا منظورين لازم ندافعوا عليهم. وموش مزيه ذاك واجب علينا احنا اخذين على عاتقنا النقابه هذه لازم ندافعوا على منظورنا ونهار كامل راح نرصوا فيهم لكن نهار اللي بشفلت القطاع من ايدينا هم يتحملوا المسؤوليه. سعاد اللي تفاعلوا معنا المواطنين على صفحه نتاعنا سي محمد علي قال كيفاش في المستير فما كاريتا فاقوا بها في سوسه فما تاكسيات تدور وفما خرق لحاضر الجولين وما فاقوش بهم ما نعرفش كما قلت انت قبيله فما شكون على راس وريشه ظهر لي لهنايا. هو مش هذا الحكايه هذه مش وليده اللحظه راهو ماهوش مخبي راهو هذا موجود عند الناس كل كاي راهو. اي معليش ما تمش اتخاذ الاجراءات هذا اللي بهتني. انتم كاعلاميين ما هو عندكم حق التجول في الليل سيدي انا ما عنديش انا نقعد في الدار انا من نروح الماضي ساعه داري ما عادش نخرج. انتم عندكم حق التجول وخرجوا ثبتوا انتم وصوروا ما تشوفوا. باهي نخرجوا اليوم ان شاء الله وان شاء الله نشوفوا هلا تاكسيات هذه. قول لهم انتم شكون تابعين وشكون عطاكم باش تخرجوا. مش كاك حديثه برا راهو حديثه بالملموس يحبوا حتى احنا نخرجوا نصوروا تو نخرجوا نصوروا له. اما احنا ديما نناديوا بلطف ونناديوا للحوار ونقولوا راهو لا موش معقول اليوم المهني ما يزيدش هو حاس بالخصاصه ويزيد يشوف غيره ويخدم وهو قاعد في الدار. مش ما يليقش موش معقول. يا اما نطبقوا القانون على الناس كل كيف يا اما نسيبوا الناس كل. واضح سي عاد العارف يعطيك الصحة شكرا لك على التدخل تحية لك ولي ناس اللي التاكسيستية الكل إن شاء الله ربي يكون في عونهم. شكرا سي عاد إن شاء الله ناس كلها بس ان شاء الله. شكرا لك سي عادل. دونك فهمنا انه ما فماش ممنوع الجولين بالنسبه للتاكسيات هذي بقرار من الدوله ولكن يقول سي عادل فما بعض التجاوزات اللي صايره هوني في سوسه. انا بربي عندي نداء للتاكسيستيه في حاجتين. اولا الالتزام بالبروتوكول الصحي بربي حتى الناس اللي تطلع معاكم ما يحبوش يلبسوا الكمامه انتم حاولوا حفاظا على صحتكم انتم وصحه الناس اللي راكبين معاكم دونك يلبسوا الكمامات نتاعهم اذا كنت نجموا وقادرين باش تعاقموا التاكسيات نتاعكم ما فيها بس حتى بشويه ما وخل والا
حاجه فيله مش لازم حاجه كبيره. والحاجه الثانيه خلينا نشوفوا اذا كانكم من الناس اللي شفتوا شكون يخدم في الليل في التاكسيات النداء هذايا للسلطات الامنيه. نعرف اللي انتم قاعدين تخرجوا في الليل وتحاولوا باش تحدوا متجاوزات هذايا، فهم برشا مخالفات تم رفعها في الايامات اللي فاتت، ولكن زاده كيف ما قال سي عادل ما يجيش نستخدم وناس لا، اذا كان باش نحلوا باب الخدمه تتحل الناس الكل، اذا كان ما فماش دونك ما فماش على الناس الكل، مش ناس فرض وناس سنة. هوني في سوسة باش نقعدوا في متابعة للإشكال هذا اللي طرحه سعاد العارفة رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب التاكسي الفردي، كيفاش فما تاكسيستية يخرجوا نوامرهم معروفة يخدموا في الليل وما يكلمهم حتى حد لا رقيب ولا حاسيب. ولاية سوسة الموضوع هذا يهمك، ماذا بيا تاخذوا الإجراءات القانونية اللازمة في حق الناس اللي قاعدة تخالف وتتجاوز 11 و13 دقيقة. بعد شوية نحكيوا على إشكال الوضع الوبائي في سوسة، كيفاش اليوم مستشفى فرحات حشيد ما فماش طاقة الاستيعاب نتاعو أكثر، فاتت 100%. مستشفى سهلول زاد كيف كيف، وحالات الإصابة ماشية وتكثر في سوسة خاصة مع تفشي سلالة البريطانية. الناطقة الرسمية باسم الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مدام حفصية العذاري تعطينا أكثر تفاصيل. زوم 73.